شرع الله الطلاق حلاً لمشكلات لا يمكن حلها في بعض البيوت، لكن كيف نحافظ على أبنائنا من تبعات هذا الانفصال؟ لسبب من الأسباب ربما يضطر الوالدين للفراق ويلجأوا الأبغض الحلال إلى الله وهو الطلاق، لكن المصيبة إنه كتير من الأحيان ما بيحسبوا حساب لأطفاله، أو بالأحرى لما بيصمموا على الطلاق ما بيتفقوا على التفاصيل، ابتداء من حضانة الأولاد ورعايتهم انتهاء بتوزيع مسؤولياتهم. على كل حال نادرا ما بيكون الطلاق ناجح. لما بيصل الوالدين للطريق المسدود والخلافات الشديدة على أتفه الأشياء وبيسود الأسرة جو من الضياع والتشتت والمشاحنات، فالأفضل الانفصال. فبقاء الأولاد بهيك جو أصعب بكتير من بقائهم بعيد عن أحد الطرفين بحالة الطلاق. البداية أعزائي بتكون بالاتفاق بعد الطلاق على عدم تشويه صورة الطرف الثاني أمام الأولاد، والسماح لهم برؤية الطرف الآخر، وتوزيع المهام بينهم بين بعض حتى ما يشتغل الولد بأهله ويطالب بالمزيد من الدلال، طبعاً حتى يحظى بالاهتمام أكثر. والأفضل أنه يشاركوا اثنين بتربيته، فإذا اضطر طرف واحد بالعناية فيه فالأفضل نفهم الطفل أنه الطرف الثاني مشغول ونبرر له غيابه حتى يبقى محتفظ بصورته الحسنة بذاكرته وما يتهمه بالتقصير لما يكبر. على فكرة وجدت بعض الدراسات أنه الأطفال الأصغر سناً بيعانوا أقل من الأطفال الأكبر سناً، وحسب دراسة قدمها دكتور مونس على العكس عام 1993 أنه حالات الطلاق يلي بتصير قبل بلوغ الطفل بتأثر عليه من ناحية التطور العاطفي والاجتماعي أكثر مما بعد البلوغ. طبعاً هالشي بيسبب خطر كبير على الطفل. أما الخبر السار أنه رغم أنه الطلاق مسألة صعبة وغالباً آثارها مؤلمة خاصة على الأطفال، لكن الأضرار طويلة الأمد مو حتمية، فمعظم الأطفال بيتعافوا بعد قليل من الجراح. هذا بيعتمد على مدى مساعدة حاضن الطفل على تجاوز هالمحنة. على كل حال الطلاق مو سهل وآثاره صعبة على كل الأطراف، وأكبر طرف متضرر هن الأطفال، فالعبء كتير كبير على الطرف الحاضن. الأفضل يحاول يعطي الحنان والدفء والأمان ويمنحه بعض الاستقلالية حتى لو كان يقرر مدرسته أو حتى رفقاته، طبعاً كله تحت إشرافنا، ويفضل يكون إله عند الطرف الثاني شي بيخصه ولو خزانة صغيرة لتيابه حتى يشعر إنه لسه إله رابطة فيه وإنه الطرف الثاني ما تخلى عنه، لأنه هذا بيخفف عليه القصة كتير. وكمان في أمر مهم إنه نمهد له للموضوع قبل ما يتفاجأ الطفل بقرار الطلاق، طبعاً إذا كان عمره مناسب، وإذا كان بالقدر الكافي ناخد رأيه ونشكه بالقرار حتى ما يشعر بالظلم والتجني لما يكبر. من الأفضل تخصيص وقت خاص لمجالسة هذا الطفل، وحبذا لو كان قبل النوم. هالجلسة ممكن تكون مصارحة، مكاشفة، أو مجرد حديث عن اللي صار معه باليوم، هيك بيشعر إنه متابع ومو مهمل. الصداقة أعزائي أقرب الطرق لبقاء العلاقة بينك وبين طفلك. العب معه، ناقشه، ساعده بقراءة دروسه أو حل تمارينه، ادخل عالمه الصغير. ولو كان رافض حاول تستخدم أساليب جديدة لحتى توصل له وتوصل للي بباله، لأنه هذا الأسلوب ممكن يخليك توصل لقرارة نفسه واللي بباله. ممكن نلجأ الأساليب الورقية أو الكتابة على الواتساب، المهم تبقى قنوات التواصل مفتوحة بيننا وبين الطفل حتى بيننا وبين والديه الاثنين. هذا أسلم للحفاظ على سلامة نموه الفكري والعاطفي والاجتماعي. طبعاً مما لا شك فيه أنه مجرد مشاهدة الطفل لزملائه بالمدرسة وهن عم يحكوا عن أسرهم واجتماع كل أفراد العيلة مساءً أو حتى عن رحلة ما قاموا فيها، بشكل هذا أثر سلبي بنفسية الطفل وبشعره بالفقد وحب الانتقام من المجتمع كله. لذلك فتح الحديث معه يومياً عن اللي بدور عنده بالمدرسة بيخليه فرغ طاقة الحزن السلبية وما بيخليها تتراكم، فبعدين بيصعب حلها. ما ننسى أبداً إنه هذا الطفل ممكن يعيش حياة طبيعية أو ممكن تكون حياته مأساوية. هذا بيعتمد كل الاعتماد على مدى وعينا ومدى توازننا في توعية طفلنا وتعويضه عن الشعور بالنقص الناتج عن فقدان. طبعاً لازم نحاول نخليه يتقبل وضعه، وخاصة بالمدرسة أو حتى باجتماعات أولياء الأمور أو بحفلات التتويج النهائية. خلوا أولادكم يتلقحوا صح، اسمحوا لهم يحزنوا لكن بقدر، خليهم يعيشوا التجربة صح ويتعلموا منها حتى ما تشعروا بالعذاب. استعيضوا عن ذلك بحس المسؤولية ومضاعفة الجهود لبناء شخصيتهم بالشكل السليم. في النهاية ربط الطفل بالشرع الإسلامي الحنيف، وأن الطلاق هو أحد الحلول المتاحة بالإسلام، وأنه هو أفضل من حالة البقاء بحال النزاع الدائمة، بتخلي يخف عنه الضغط وبيشعر أنه هذا قضاء وقدر ويمكن يتعود عليه.
طفولة سليمة أتمناها لكم ولصغاركم، ولكم مني السلام.